لقب نفسه بأبو الأتراك، بطل تركيا في نظر أحبائه، وهادم الإسلام في نظر أعدائه. ألغى حكم الدولة العثمانية وأسس دولة تركيا الحديثة. مصطفى علي رضا الملقب بمصطفى كمال أتاتورك ولد عام 1881 بمدينة سالونيك اليونانية. لقبه أحد مدرسيه بكمال نظراً لنبوغه الدراسي، فأصبح اسمه مصطفى كمال. تخرج برتبة نقيب عام 1905 وتدرج في المناصب العسكرية بالجيش العثماني حتى وصل إلى رتبة جنرال وهو في سن 35. برز دور أتاتورك حينما استقال من الجيش عام 1919 وأسس المجلس الوطني العظيم الذي تحول إلى حكومة موازية لسلطة الدولة العثمانية. تمكن عام 1922 من طرد المحتلين وأصدر قانوناً ألغى فيه الدولة العثمانية وأعلن نفسه رئيساً للدولة الجديدة. بدأ بسلسلة إجراءات غير فيها وجه تركيا بالكامل، منها ألغى الطربوش والعمامة ونشر اللباس الغربي، منع المدارس الدينية وألغى المحاكم الشرعية، فصل الدين عن الدولة ومنع كل مظاهر التدين. تحولت تركيا خلال 15 عاماً من حكمه لتصبح بذلك دولة علمانية بحتة. توفي مصطفى كمال عام 1938 ومنحه البرلمان التركي لقب أتاتورك أبو الأتراك اعتزازاً به وتخليداً لذكراه.